الله الرحمن الرحيم. إخوان في الآية 114 سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يمكن أؤكد لكم اليوم أن نصر الله قريب. وسبحانه وتعالى في الوقت الذي يريد وليس في الوقت الذي نريد نحن كيبين الحقيقة والحق. إخوان الزميلة الأستاذة لبنى ودابا بغات مشكورة غتعطي كل واحد فيكم واحد الملف. هذا الملف أنشأه المركز الوطني للخبرة الشرعية للفيديو والتسجيلات بمدينة لوس أنجلوس ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. هذا المركز الوطني هو المركز الوطني اللي موجود في أول منطقة كتنتج الأفلام والفيديوهات والتسجيلات في العالم، في العالم برمته، ماشي مختبر ديال الشرطة القضائية ديال الدار البيضاء أو ديال الرباط، ماشي موقع كدعى بأنه عينه في الخبرة أو ماشي خبرة. هذا المركز الوطني للخبرة الشرعية للتسجيلات الصوتية والفيديوهات في العالم، لوس أنجلوس. الورقة ديال المركز غادي نعطيوها لكم باش تعرفوها إن شاء الله. كاين بالفرنسية وكاين الترجمة ديالو بالعربية. وفي هذا المركز المدعو ماتيو كابلر المسمى موتي، ونعطيكم هنايا أربعة ديال الصفحات فيهم المواقع للينك ديال جميع الدراسات ديالو عبر العالم، عبر العالم، لمساعدة الشرطة الأمريكية القضائية الأمريكية والنيابة العامة بالولايات المتحدة، الولايات العامة ديال الصح، ماشي الولايات ماشي النيابة العامة اللي كيسيروها بالتليكوموند، النيابة العامة ديال الصح، ديال المعقول، ديال الدول الديمقراطية. والآن الشرطة القضائية ديال الولايات المتحدة والبوليس والمطالبين بالحق المدني في الولايات المتحدة والمحامين ديال الولايات المتحدة والمجتمع المدني ديال الولايات المتحدة. وعطيتكم ثلاثة ديال الأمثلة وخمسة ديال لي لينك روابط ديال الدراسات اللي قام في قضايا ذو طابع دولي مهمة فيما يخص الإجرام. هذا المركز وهذا الشخص عطاوني هذه الخبرة، غنعطيها لكم باللغة الأصلية وغنعطيكم الترجمة ديالها باللغة العربية. حاولياش، والتوقيع ديال السيد اللور، حاولياش، حاول الفيديو العجيب اللي كيقولوا بأنني أنا والسيدة وهيبة خرشيش كنا في دار شي قوادة في وضعية غير
أخلاقية. هنشوف ها بالثوار وكل شيء باش كل الأمور واضحة، باش كل الأمور واضحة في القاعة. الوحيد اللي ميمكنش يشوف ظهره هو أنا. أما انتم كلكم يمكنكم تشوفوا ظهري، وأنا راني كنتكلم وكنستعمل المفردات والمصطلحات المؤدبة، ما كنستعملش المفردات والمصطلحات التي تستحق أن أستعملها. الواحد اللي هنا في القاعة ميمكنش يشوف ترمته هو أنا، أنا بوحدي ميمكنش نشوفها. باش كل الأمور واضحة، ظهري أنا ما قدرش نشوفه، فالقاعة أنا بوحدي ما قدرش نشوف ظهري، ولكن مرتي اللي كتشوفه وكتعرفو مزيان قالت لي ماشي أنا اللي في الفيديو. هذا علاش طلبت الخبرة من أول مركز ديال التسجيلات الصوتية والصورية في العالم، موقع من أهم خبير في العالم فيما يخص التسجيلات الصوتية والفيديوهات، أول واحد في العالم. الخلاصة باش ما نطولش عليكم، الخلاصة الفيديو المنشور في اليوتيوب ليس بفيديو أصلي ووقع تغييره. كل التغييرات ترمي إلى إخفاء هوية الرجل في الفيديو عن طريق تضبيبه وحجب وجهه. جودة الفيديو المنشور رديئة 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 للغاية، والتعرف على الرجل الموجود فيه مستحيل. البيانات الوصفية تم إزالتها، البيانات الوصفية تمت إزالتها من التسجيل الأصلي عمدا. صوت الفيديو الأصلي تم تغييره. هذيك الكلمة اللي كيقول لك انت مولي انا، اللي كيقول مسح لي ومسح لي مزيان، هاد الخبرة كتقول لك تم تغيير التلاعب في الكلام. لكل الأمور واضحة، علاش غادي نجي أنا في 2022 ونتكلم من جديد على الفيديو اللي شفت تي في نشرته مدعية حسب كلامه هنايا؟ أنا كنشفرو له، أنا لا أخشى أحد، الأمور واضحة. شنو تصدع هذا؟ فيديو خطير يروج لزيان مع وهيبة في فيلات إحدى قوادات المجتمع، ما عرف المختل المجتمع المخمل بالرباط، كتقال بالعربية المخمل المخملي زعمان ديال قلة الحياة صح؟ ها؟ ديال الرافد الراقي الراقي أيه عندك ما تسلم بعدين ما تسلم المخمل والراقي بالرباط. شكرا. كان يسحب لي بغا يقول مختل مخمل هو هذاك الشيء ديال الزبل، ولكن مزيان شكرا. فهذا الفيديو مفبرك ومزور
حسب ما جاء في خبرة صادرة عن المركز الوطني للتسجيلات وللصورة في الولايات كاليفورنيا، وهو أول منتج سينمائي في العالم، باش تكون الأمور واضحة. بالتالي غنسألو شكون اللي سجل الفيديو؟ أنا كنقول اللي سجل الفيديو هو عبد الطيف الحموشي والمؤسسة ديالو، لأنه تثبت على حسب كلام ديال وهيبة أن في 2018 كانت في الغرفة هذه، اللي ماشي غرفة ديال القوادة في الرباط، ولكن غرفة ديال الأوتيل في سلا اللي سميتو الدوليز، ونظرا لجمالية القاعة والغرفة صورتها فرحانة، لكن الله سبحانه وتعالى واللي أمرت صورها الملائكة ديال الله قالوا لها صوري صوري صوري، من دابا واحد عامين أو ثلاث سنين غتحتاج الصورة هذه، هما اللي قالوا لي خذونا فدنا صور صور صور. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.